مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من ترند. النهارده هيكون معانا كل الاخبار اللي لفتت انتباهكم على مدار الاسبوع على السوشيال ميديا. ودلوقتي يلا نبتدي بفقره ترندز اوف ذا ويك. مصر تبهر العالم. The Swimmers يتصدر الترند عالميا. الشاب الكيني ابو بكر. ويلا بينا نعرف كل التفاصيل. أنا مصر اللي من غيري ميزان الدنيا دي يختل، حروف اسمي في أول فصل في كل كتاب وكل زمان، أنا كل الفروع والأصل وليا أثر في كل مكان. ده كان جزء من كلمات أغنية أنا مصر واللي غناها الكينج محمد منير في حفل نقل المومياوات. والحقيقة أنا ما لقيتش أجمل من كده كلمات أبدأ بيها الخبر ده. على مدار يومين نظمت مجموعة ديور العالمية حفل إطلاق مجموعة خريف وشتاء 2023 في مصر، والحفل ده اتعمل في المتحف المصري وفي الأهرامات تحديداً، وكان حفل أكتر من مبهر في كل شيء. الجميل في الحفل ده مش بس إن دار أزياء عالمية تختار مصر عشان تعلن من خلالها إطلاق مجموعة جديدة، لا ده كمان كان حضور عدد كبير من النجوم العالميين زي طبعاً نعومي كامبل، وده جنب طبعاً نجومنا المصريين والعرب زي أحمد حلمي وظافر عابدين وغيرهم كتير من الفنانين والمشاهير. وخلينا نستعرض معاكم تفاصيل الحدث العالمي ده. الحدث كان متقسم على يومين، اليوم الأول كانت حفلة خاصة في المتحف المصري وحضرها النجوم العالميين وعدد من الفنانين المصريين والعرب كمان، وكانت الحفلة مقفولة على عدد معين من الناس. واليوم الثاني كان في سفح الأهرامات واللي كانت حفلة أكتر من مبهرة بصورة لفتت انتباه العالم كله وخلت صور كتير جدا من الحفلة تتصدر الترند في العالم كله. الأكتر جمال بقى في القصة دي إننا لو بصينا على السوشيال ميديا بتاعة النجوم العالميين دول هنلاقيها كلها بتتكلم عن مصر وجمال مصر وعظمة مصر، وطبعا ده أفضل دعاية وترويج للسياحة في بلدنا. الحكاية بتبدأ سنة 2011 من مدينة دمشق السورية قبل أحداث الثورة وبداية العنف وانتشار القتل. أما أبطال الحكاية فهم بنتين سوريتين اسمهم يسرى وسارة، وهما سباحتين، وبعد ما كانت الحياة هادية ومستقرة كل شيء بيتغير والخطر بيكون في كل مكان حواليهم والحرب بتدمر حياتهم وكمان مستقبلهم. ومش بيكون قدام البنتين حل غير الهرب من سوريا ومن جحيم الحرب، وبيقرروا الهجرة بصورة غير شرعية لألمانيا. ده باختصار كانت قصة فيلم The Swimmers أو السباحتين، واللي بيضم عدد كبير قوي من المشاهد المؤلمة والمرعبة في نفس الوقت، وده اللي خلى الفيلم يتصدر قائمة الأفلام الأعلى مشاهدة عالمياً خلال الأسبوع اللي فات ومن وقت كمان عرضه، وخصوصاً أنه بيرصد قصة حقيقية حصلت بالفعل على أرض الواقع، وهي قصة السباحتين سارة ويسرى مارديني واللي هربوا من سوريا وقدروا أن هم يشاركوا في أولمبياد ريو دي جانيرو سنة 2016. وبالرغم من كل مشاهد الهروب والنجاة من الموت، إلا أنه أكتر شيء مؤلم في الفيلم بجد هو أنه بيجسد بكل دقة يعني إيه ضياع الوطن ويعني إيه تعيش تحت مسمى لاجئ بعد ما بتعدي برحلة هروب طويلة جداً بتتعرض فيها للموت في كل لحظة. في شاب كيني اسمه أبو بكر، الشاب ده قدم أكتر من مرة في الوظائف الخاصة بكأس العالم المقام في قطر دلوقتي، لكن أكتر من مرة اترفض برضه، وكان كل مرة بيترفض فيها كان بيقدم تاني لحد ما اتقبل في الآخر، ولكن حظه وقعه في وظيفة مملة جدا وهي إنه يقعد على كرسي ويمسك إشارة في إيده ويوجه الناس لاتجاه المترو. الشاب ده طول الشفت بتاعه مطلوب منه انه يقول جملة واحدة بس وهي مترو ذس واي، ولانه واضح جدا انه زهق من تكرار الجملة بنفس الطريقة قرر انه يبتكر طريقة فيها غنى للجملة دي. الجميل بقى ان الجمهور المشارك في كأس العالم حب الشاب ده جدا، وبقى كل الناس تقريبا والمشاهير بيروحوا علشان يتصوروا معاه، وهو طبعا بيقول جملته الشهيره. ومن كتر ما اشتهر وبقى ترند، قطر قررت انها تكرمه باكتر من طريقه. الاولى ان هم خلوه يسجل الجمله بطريقته بقت تذاع في الاذاعات الداخليه للمترو، ومش بس كده دول كمان قرروا ان هم يمدوا اقامته لمده سنتين كمان، وده طبعا تكريم ليه لانه ساهم في التسويق للبطوله بعد ما اتصدر الترند حول العالم كله. مترو
مترو مترو مترو. وبكده نكون خلصنا فقرة Trends of the Week.